السلام عليكم، معكم مصطفى من قناه مستر بومتك. اول حاجه اعذرونا لو في اي حاجه مشكله في الصوت، لان انا حاليا لسه صاحي وكده وتعبان جدا اصلا. فايه بقى لي فتره ما سجلتش، يومين تقريبا عشان تعبان، فاعذروني على اي حاجه. خلينا نبدا على طول. حلقه النهارده طلبت مني اكتر من مره، وكنت اتكلمت فيها بشكل مفصل، لا مش بشكل مفصل قوي، لكن يعني كنت اتكلمت فيها بدون خبره كبيره في فتره ما، كنت كلام واحد كده دردشه وطلعت وضحتها لكم. ولكن المره دي انا جاي اتكلم بقى بخبره، وجاي اتكلم بالموضوع والموضوع ماشي ازاي وكل الكلام ده. اختصار روابط، ناس كتير قوي في الفتره الاخيره لما لقيتني عمال بنزل شروحات اختصار روابط، وقلت لكم يا جماعه الموضوع ده اكل عيش للناس ومش عارف ايه، وفي فلوس حلوه للناس تمام. الناس كلها قامت قايله لي طب ايه، طب احنا عايزين نخش في الموضوع ده، طب احنا ازاي الناس دي بتكسب، الناس ازاي الناس دي بتشتغل، الناس بتدفع كام، الناس دي الاستثمار ده بكام، ما هو استثمار بندفع كام وبناخد كام، الموضوع ده كله. فانا هفهمك الموضوع ده كله ماشي ازاي، وهتستغرب جدا من الاسعار وان ازاي ممكن اي حد يعمل موقع اختصار روابط، وده اللي مخلي الموضوع خطير. فعايزين نقول كلمتين بس للناس، يعني لو انت داخل تشوف الفيديو ده عشان تعمل موقع اختصار روابط وتنصب على الناس، فصدقني محدش هيرحمك، يعني صدقني محدش هيرحمك، لا ربنا هيرحمك ولا احنا هنرحمك. فالموضوع هتتكشف وهتتفضح، وهنقول عليك انك نصاب، وانا ممكن يعني لو انت نصبت على حد بعد كده وحوارات اللي انتوا بتعملوها دي مش عارف ايه، ادسنس اتقفل ومش عارف، في عارف ان ادسنس بتقفل، ولكن في ناس تبقى نصابه وانا عارف الكلام ده كويس قوي. فلو حصل فصدقني هطلع في فيديو وهقول اسمك كمان، وهديهم رقمك وهديهم كل حاجه ليها علاقه بيك لو انت نصبت على حد، فما تقلقش يعني. انا رخم قوي اعملها. بدايه موقع اختصار رابط ده بيكلفني كام؟ لو انا عاوز اعمل موقع اختصار رابط هدفع كام والموقع يجي لي متخلص؟ هتدفع من 600 700 800 في الحدود دي. ده ليه؟ لان انت بتشتري استضافه، الاستضافه دي بكام؟ ب 600 جنيه. دي استضافه عاديه، ماشي استضافه خارقه يعني، ولكن استضافه عاديه ب 600 جنيه. هتشتري دومين ب 30 40 جنيه، وهتكمل بقيه الموقع بقى والسكريبت والكلام ده كله. السكريبت طبعا المجاني، السكريبت المجاني اللي الناس كلها بتعمله تمام. فالموضوع كله هيتكلف معاك كام؟ 700 800 جنيه تمام. دي اول خطوه هتعملها، يعني الموقع كله كامل كده. هتعمل شويه اعلانات، هيكلفوا كام يعني على حسب الناس، يعني مثلا في ناس تاخد 30، ناس تاخد 40، ناس تاخد 50 دولار، ناس تاخد 20، ناس 25، مش هيقل عن 50 دولار. يعني اعرف اكتر ناس عرفتهم لحد دلوقتي 50 دولار. فهتفضل تعمل شويه اعلانات، الاعلانات دول هيجيبوا لك كام يوزر. مثلا لو انت عندك في الموقع بتاعك 1000 يوزر، لو عندك 600 700 يوزر، دول يجيبوا لك في الشهر، دول كافلين لو شويه منهم بس بيشتغلوا، كافلين يجيبوا لك في الشهر 5000 دولار تمام. والرقم مش خيالي تماما، مش خيالي تماما الموقع، يعني الرقم ده بيجي. انا عندي واحد صاحبي كان عنده 600 يوزر وكان بيجي له 6000 دولار في الشهر، يعني حاجات كده غريبه. انت متخيل يعني 6000 دولار في الشهر تمام؟ مع ان كان مصير الحاجات دي كلها ان ادسنس اتقفل، ولكن الفكره ان 6000 دولار في الشهر ده رقم كبير جدا جدا، وهو ساحب كذا مره قبل كده على فكره، يعني ما اتقفلش من اول مره. ف وهو 600 يوزر بس، يعني مش موقع خارق، مش موقع عالي قوي تمام، 600 يوزر وكان بيجيب 6000 دولار في الشهر. فانت لك انت تخيل يعني لو انت عندك 1000 يوزر، لو عندك 2000 يوزر، انا واحد مثلا لو عمل فيديو بيجيب 250 300 ريفرال، فانت متخيل يعني انا قناه زي قناه كمان قناتين 3 4 هتدفع كام؟ هتدفع 2000 جنيه ولا حاجه؟ ادفع يا عم 2000 جنيه واتفرج على الموقع بتاعك هيجيب في الشهر كام. يعني انت لو دفعت 100 دولار شوف الموقع هيجيب لك كام في اليوم، هيوصل لاكثر من 100 دولار. فهمتني؟ فبالتالي اختصار رابط استثمار ناجح، فلوسه حلوه قوي تمام. فيعني الناس اللي بتقول لك بنكسب 20000 دولار في الشهر من اختصار رابط، الناس دي عندها حق والناس دي كلامها صح. ايوه في ناس بتكسب 20000 دولار عادي. الموضوع كله عن طريق اليوزر، انت بتاخد كام، انت عندك كام يوزر في الموقع. يعني مثلا جيت سي ار ال، مش عايزين نقر والله، بس هو جيت سي ار ال بيكسب ارقام كبيره، لان هو عنده حاليا دلوقتي يخش له 5000 6000 يوزر، يعني تتوقع كده اظن، يعني لانه بقاله كتير وموقع موثوق منه جدا. بالتالي اي موقع جديد بيحتاج انه يعمل يوزرز، فبيجي لنا احنا عشان نعمل له اعلانات تمام. يعني لو اي حد عايز يبدا حياته على الانترنت، عايز يبدا على الانترنت في شغل، عايز يبدا على الانترنت يبدا بس مجاله كده في الاول على الانترنت، في موقع اختصار رابط ما هواش فيه اي مشاكل خالص، بسيط جدا. يعني لو انت عاوز تبدا ابدا، ولكن ما تفكرش في دماغك بس كده، ما تفكرش ان انت تمسك فلوس حرام، ما تفكرش بس كده انت تمسك من الانترنت اول ارباحك تكون فلوس حرام، ما تفكرش في الموضوع ده، لان صدقني لا ربنا هيسيبك ولا احنا هنسيبك، فما تفكرش تمام. انا هفضل اعيد الجمله دي، لان الموضوع النصب فيه سهل جدا جدا عادي. يا عم كسبنا 1000 دولار 2000 دولار مش دافعين للناس، اتسفل شكرا، محدش عارف عنك حاجه تمام.
ولكن ان شاء الله احنا بنقفش الموضوع ده الفتره دي، فمحدش عارف يعمل معاكم الحركات دي ان شاء الله. فالناس اللي عايز تبدا حياتها على الانترنت في اختصار رابط، فالموضوع بسيط زي ما قلت لك، مش هيكلفك فلوس. انت بس محتاج كبدايه خالص راس مال 5000 جنيه مثلا، هتدفع منهم قول 1000 جنيه تخلص الموقع وشبرقه الموقع كلها. ده لو انت هتشتري حساب ادسنس يعني، لان اعتقد ما تستخدمش لو انت عندك شانل او عندك حساب ادسنس عادي خاص بالشانل بتاعتك او حاجه، فما تستخدموش تمام. فانت لو هتشتري حساب ادسنس فاشتري حساب ادسنس، ده احسن لك. ادسنس عادي يعني ده احسن لك تشتري وتشتغل على طول في الموقع. يعني الموضوع كله، الموقع كله هيكلفك 1000 جنيه 1200 جنيه بحساب ادسنس، كل الكلام ده حلو قوي. هيتبقى معاك قول مثلا 4000 جنيه، ال 4000 جنيه تعملهم ايه؟ تعملهم شويه اعلانات، زائد هتعين منهم مثلا 2000 جنيه، هتعين منهم 2000 جنيه في فودافون كاش. هقول لك انا هتعمل ايه في فودافون كاش. هتعينهم في فودافون كاش لان انت عارف ان في مصر عندنا وفي معظم دول الوطن العربي الباي بال بايظ، فانت في فودافون كاش بتبعت للناس عشان تحول لك باي بال. يعني عشان الموضوع ده بس رخم شويه، الناس كلها تقول لك لا انا مش عايز ابدا في اختصارات عشان طرق الدفع، انا لسه هشتري بيتكوين، انا لسه هشتري باي بال، وانا لسه هشحن، وانا لسه هعمل. لا لا مفيش الكلام ده. انت في ناس وسيط، الوسيط ده بيقدر انه يحول لك على اللي انت عايزه. مثلا في وسيط زي وسيطنا، لو تعرفوا وسيطنا يا جماعه، الناس اللي انا قلت لكم عليهم قبل كده، فالناس دي ممكن تحولك، تبعت لهم فودافون كاش وهم يبعتوا لك للاعضاء اللي انت عايزهم باي بال. ممكن تديهم فودافون كاش ويبعتوا لكم بيتكوين، بايزه، باير، اي حاجه. في وسيطنا وفي كذا حد يعني. فالموضوع بسيط جدا، انت مش محتاج يكون عندك اكونت باي بال، مش محتاج تشتري بيتكوين، مش محتاج اي حاجه، انت محتاج بس يكون معاك فلوس على فودافون كاش وهم يبعتوا لك للاعضاء كلهم. فبصراحه الحركه دي بسطتني جدا وبسيطه جدا جدا. تمام، شكرا جدا للشخص اللي قالها لي. فبس يا جدعان اعتقد ان انتوا كده فهمتوا كل حاجه والموضوع ماشي ازاي في اختصار رابط، وليه الناس كتير قوي بتشتغل على اختصار رابط، وليه الناس بتشتري سكريبت المجاني وبتروحش للمدفوع، لان المدفوع على فكره ب $1000. ففككم من الحوار ده تمام. فلكن لو انت موقع كبير وكده فانت ما ينفعش يكون عندك سكريبت مجاني. لو انت بدات تكسب فلوس من الموقع ما ينفعش يكون برضو عندك سكريبت مجاني. يعني انت لو انت موقع بدات تكسب $1000 في الشهر $2000 في الشهر، فيا ريت تشتري سكريبت مدفوع، يا ريت يا ريت يعني تشتري سكريبت مدفوع عشان يبقى شكل الموقع احسن على الاقل يعني. بس اعتقد كده انا قلت كل حاجه فيها لها علاقه باختصار رابط، وليه الناس كتير قوي بتبدا باختصار رابط، وليه الموضوع سهل، وليه الموضوع فيه نصب كتير، وليه الكلام ده كله، والناس بتكسب كام، وازاي تبدا انت كمان فيه. اتمنى لو انت هتبدا مره ثالثه ما تحاولش تنصب على الناس، لان زي ما قلت لك مش هنرحمك. واتمنى اتمنى اتمنى الناس اللي حابه الموضوع في اختصار رابط وعايزين نبدا اكتر ونتكلم اكتر بتعمق اكتر في الموضوع ده، فيا ريت تعمل لايك للفيديو، ويا ريت تسيب لنا رايك في كومنت، ويا ريت تعمل شير للفيديو ده عشان الناس كتير تفهم الموضوع ماشي ازاي، وتفهم ليه الناس بتبدا في اختصار رابط، وليه الناس سهل قوي انها تنصب في موضوع اختصار الرابط. مره ثانيه بعتذر على صوتي لو في اي مشكله، لان زي ما قلت لكم انا لسه صاحي. وبس كده، شكرا جدا ليك، يا ريت برضه ما تنساش تعمل لايك للفيديو، يا ريت تشترك في القناه وتقدر تشوفني، يا ريت يعني فعلا تشترك في القناه عشان نوصل 30000 مشترك بقى يعني، فاهم انت الموضوع. بس كده، شكرا جدا ليك على المشاهده، واشوفك ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. سلام.